خلينا يعني قبل ما نقول الصحافه قالت ايه، يعني اسكو طبعا لاعب كبير جدا وكان انتقل لاشبيليا، طبعا ده خبر كان مهم جدا لان اسكو كمان من اللعيبه المميزه اللي ما كانش ليها حظ يمكن تواجدها في التشكيله الاساسيه للنادي الملكي ريال مدريد. طبعا اسكو انتقل الى اشبيليا، كان في بعض الاهتمامات من انديه اخرى وانديه كبيره كمان على مستوى الدوريات الاوروبيه، لكن اسكو يتجه الى اشبيليا ويكون عنصر جديد واضافه جديده لهذا النادي. طيب يلا نبدا جولتنا في الصحافه العالميه ونبدا بجريده ماركا الاسبانيه. جريده ماركا الاسبانيه ركزت على فوز اتلتيكو مدريد على اليوفنتوس بنتيجه 4-0، ده لقاء ودي، وكتبت اتلتيكو مدريد يوجه ضربه لليوفي. كمان ركزت هذه الصحيفه وهذه الجريده على فوز برشلونه الكبير جدا بكاس خوان غامير على حساب بوماس المكسيكي بسداسيه نظيفه. لقاء السوبر الاوروبي، وكتبت نادي الاربع كؤوس في السوبر الاوروبي. اهتمت كمان بانتقال اسكو زي ما قلت لحضراتكم لاشبيليا، وكتبت السحر من اجل اشبيليا. لسه مع سبورت نروح لجريده سبورت الاسبانيه اللي ركزت كمان على تتويج برشلونه بكاس خوان غامبر بالفوز 6-0 على بوماس المكسيكي واخبار الفريق، وكتبت مذهل وتشافي لجماهير الكامب نو. يعني مع برشلونه بيعلن رسميا رحيل الحارس نيتو ومصير نيكو باتيتش مرهون بطبعا برناردو سيلفا. لسه في اسبانيا مع جريده اس الاسبانيه، ركزت هذه الصحيفه على تصريحات البرازيلي فينيسيوس ورغبته في الفوز بعد بعدد كبير من الالقاب طبعا برفقة ريال مدريد، وكتبت طموح فينيسيوس. الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على اليوفي 4-0 في لقاء ودي. كمان الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 6-0 على بوماس المكسيكي في كأس خوان غامير، وكتبت ليفاندوفسكي يقود مهرجان برشلونة. نطير من اسبانيا نروح لانجلترا وجريده صن الانجليزيه اللي ركزت على هزيمه المان يونايتد امام برايتون بنتيجه 2-1 في بدايه مشوار المدرب اريك تين هاج في الدوري الانجليزي الممتاز، وكتبت جحيم العمل. وتين هاج يعترف انه لديه جحيم بين يديه بعد طبعا سقوط المان يونايتد في المباراه الافتتاحيه. اهتمت الصحيفة بفوز كمان المان سيتي على ويست هام بثنائية للنرويجي ايرن هالاند النجم الساطع والنجم المتألق مع المان سيتي، وكتبت هالاند للعمل. أما على صعيد فرنسا كتبت لكيب الفرنسية وركزت على فوز أولمبيك مارسيليا على استاد ريس بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت احتفال من البداية. كمان تحدثت عن فوز ليل على أوكسير 4-1 ولاس على استاد بريست 3-2، وكتبت شمس ساطعة تماما في الشمال. وعن هزيمة رين أمام لوريان 1-0 كتبت لوريان ينصب فخ لرين. نروح لإيطاليا سريعا وتحديدا جريدة لاجازيتا دي سبورت الإيطالية اللي ركزت على رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع سكتان مدافع انتر ميلان، وكتبت باريس سان جيرمان مرة أخرى يهاجم. وجهت طبعا السؤال للإنتر ماذا ستفعل. اهتمت كمان هذه الجريدة بأخبار سوء الانتقالات اليوفنتوس وفوز روما وديا على شختار تونيكس. لسه في إيطاليا مع جريدة كوريا للسبورت الإيطالية، ركزت على فريق روما ومواجهته الودية ضد شختار، وكتبت روما مخيف قدم عرض أمام 65,000 متفرج وفاز بخماسية نظيفة. وكمان اتكلمت عن فوز أتلتيكو مدريد على اليوفنتوس برباعية نظيفة في لقاء ودي، وكتبت عنوان هاتريك موراتا يذهل يوفنتوس بنتيجة 4-0.
دي كانت الصحافة العالمية ومتابعة كبيرة جدا على مستوى الكرة الأوروبية. زي ما قلت لحضراتكم ملفاتنا النهاردة البريمير ليج، كمان البوندسليغا، وهيكون بعد الفاصل معنا الناقد الصحفي المتميز إيهاب الجنيدي. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير وعودة إلى المحترف.